بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب التاسع من الكتاب السادس والأربعين، كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظن، أي ظن السوء يعني. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها. والتجسس يعني محاولة كشف أسرار الناس وعوراتهم، التجسس ينهى عن ذلك. والتنافس أي الذي يفضي إلى الكراهية، أما التنافس الذي يفضي إلى التكميل فلا بأس، وفي ذلك فليتنافس المتنافس أي في تكميل النفس ومرضات الله، أما في تحصيل الدنيا فالتنافس فيها يفضي إلى العداوة. والتناجش، والتناجش هو إغراء الغير بأن يخسر أمواله، كما يكون في السوق تغريه أن يشتري سلعة وأنت تعلم أنها بائرة بأكثر من سعرها، لا يسمون نجش. يعني تقول له مثلا في السوق أن هذه السلعة رأيتها تباع بأغلى من ذلك كثيرا، فهو يظن أن هذه السلعة بهذا الثمن تكون لقطة، فيشتريها ويتسرع ويتضح في الآخر أنه اشتراها بأكثر من سعره، يبقى أديت إلى خسارته وإلى غشه وغبنه. فكل غبن وغش في السوق يسمى نجش، وكل محاولة لتحسين سلعة بائرة ورفع سعرها يبقى ده يسموه نجش. لأن أصل النجش إيه؟ إثارة الطائر أو الحيوان أن يجري في اتجاه الشبكة ليقع فيصطاد، فيصطاد النجش. يعني نحط الشبكة مثلا في هذه الجهة ثم يأتي وتقف أنت في الجهة المقابلة، فإذا جاء حيوان تريد أن تصطاده فتكون أنت في جهة الشبكة فتثيره أن يسير في الجهة المقابلة، فالجهة المقابلة إيه؟ فيها الشبكة فيقع فيه. اصل النجش كده في اللغه، يعني تثيره ان يسير في اتجاه خسارته، فهمت؟ ده اصل النجش في اللغه. ثم جاء بعد ذلك النجش في الشرع ان تشجعه ان يشتري سلعه رخيصه باغلى من سعره، او سلعه بائره على انها سلعه رائجه، فهمت بقى؟ ده اسمه النجش، فيؤدي إلى الغبن وإلى خسارة المسلم وعدم نصحه وفقد ماله، هذا كله محرم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الأول بعد 706,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والظن، يعني ظن السوء، يعني إياكم والظن يعني الظن السيء، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هل هناك فرق بين التحسس والتجسس؟ بعض العلماء قال لك لا فرق، وأن التكرار هنا للتأكيد، بعض علماء اللغة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فصيح، ف
فيبدو أن هناك فرق، ولذا قالوا التحسس هو تسمع الكلام، التحسس هو تسمع الكلام، والتجسس هو تتبع العورات. فهمت؟ يبقى التجسس أن تتبع العورة، والتحسس هو أن تتسمع إلى الكلام، يعني يتصنت إلى كلام الناس. هذا لا يليق بالمسلم، أن يتصنت وأن يتحسس عوراتهم ويتجسسها. فهم؟ ولا تنافسوا، يعني لا تتنافسوا في أمور الدنيا التنافس المفضي إلى الكراهية والعداوة، أما التنافس في أمور الآخرة فهو مطلوب، والتنافس في التكميل فهو مطلوب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى هناك تنافس مذموم وتنافس إيه؟ محمود. محمود. التنافس المحمود في أمور الآخرة في طاعة الله، أما التنافس في أمور الدنيا الذي يفضي إلى الكراهية والعداوة والشقاق هذا مذموم. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، يعني لا تتمنوا زوال النعمة من أيدي غيركم. ولا تباغضوا، يعني لا تفعلوا الأعمال التي تؤدي إلى زيادة البغض بينكم. ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تدابروا يعني لا تختصموا وتقطعوا علائقكم ببعضكم البعض. ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. أحيانا الإنسان يأتيه ظن سيء، قلبه بيقول له كده، ده لا إرادي، ده لا شيء فيه. عارف إمتى تبقى غلط؟ إن يجي لك هذا الظن السيء في قلبك ثم بعد ذلك تتحسس وتتجسس حتى تثبته، يبقى في الحالة دي كده الحرام. يبقى الحرام انك انت تحاول ان تثبت الظن السيء. انت جالك ظن سيء خاطر، جالك في قلبك ان فلان ده انا مش مستريح له، لا بأس ما تتعاملش معاه، لكن ما تفضلش تنقب وراه وتكشف عوراتك. اسكت، ما تتعاملش معه ولا تنقب عن عوراتك. فهمت بقى المعنى؟ لكن لو بدأت تنقب عن عوراته هنا بقى دخلنا في التجسس والتحسس. فهم؟ يبقى ما يقع في القلب عفوي لا تؤاخذ به، اما ما ينبني على ما وقع في القلب من هذا العفو انك انت تحاول انك انت تحققه وتتحقق منه، هو ده الواقع حرام. فهم؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تهجروا ولا تدابروا. لا تهجروا يعني تتكلموا بالإيه؟ بالهجر، وهو الكلام القبيح. لا تتهجروا يعني ما تقولوش لبعضكم كلام قبيح، واحد يقول للتاني يا ابن الايه، والتاني يقول له يا ابن الايه، ويا ده انت ابن ستين ايه، وده ابن ستين، وشغل اهو ده اسمه الهجر. فهمت ازاي؟ يقعدوا يشتموا بعض ويتفننوا كيف يؤذيه بالقول. ده كده يبقى ايه؟ هجر القول. النبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا صلى الله عليه وسلم. قال: لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لان هذا يؤدي الى ايه؟ لما تبيع على بيع اخيك يؤدي الى الكراهيه. يعني اخوك اشترى الحاجه خلاص وانعقد العقد، تقوم تيجي للراجل بعد ما اشتراها واستلمها تقول له ليه بعت له يا اخي؟ خد منه البضاعه دي وانا هاخدها منه باغلى. ده يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى البغضاء والكراهيه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الأخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا
ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. ربنا قال إنما المؤمنون إخوة، مش كده برضو؟ وهذا خبر يراد منه الأمر، إنما المؤمنون إخوة، يعني معنى إيه؟ كونوا إخوة. لأن لما ربنا يأتي بالخبر بهذه الصورة يقصد به الأمر والالتزام، فهمت؟ ودي من ضمن صيغ الأمر أن يأتي في صورة خبر، يعني تأتي ساعات يأتي الأمر في صورة خبر. ربنا بيقول إنما المؤمنون إخوة، ده خبر، يعني معنى إيه؟ كونوا إخوانا، فهمت إزاي؟ زي ما بيقول ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا، ومن دخله كان آمنا، بصيغة خبر، يعني معناه إيه؟ يعني من دخل الحرم أمنوه يا مسلمين، لأن الخبر عند الله أن يكون آمنا، فإذا كان آمنا فأمنه فلا تخيفه. يبقى ومن دخله كان آمنا صيغة خبر يراد منها الأمر، فهمت إزاي؟ يعني أمنوه. وكذلك إنما المؤمنون إخوة صيغة خبر يراد به الإنشاء وهو الأمر، يعني كونوا إخوة. فهمت بقى طريقة فهم اللغة العربية؟ مهمة جدا، وإلا ما تعرفش تفهم القرآن. وعن أبي قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وإحنا نفسنا في حياتنا العادية بنستعمل صيغة الخبر ونريد بها الأمر، يعني لما ابنك مثلا يبقى كسول كده ومش عايز يذاكر تقول له إيه؟ الولد الصالح يذاكر دروسه جيدا، يعني معناه بتقول له قوم ذاكر، فهمت ازاي؟ او ما يسمعش كلامك تقول له الابن الصالح يطيع كلام ابي، ده خبره، كانه بتقول له اطع كلامي، فهمت بقى ازاي؟ يعني كثيرا ما تستعمل الاخبار ويراد بها الانشاء هو الامر، كتير جدا بقى في لغه العرب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. والرسول ريحنا من كل، قال ايه؟ كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، واخد بالك؟ دمه وماله وعرضه، يعني كل حاجه تخص المسلم على المسلم حرام، يعني من الحرمه، يعني من التعظيم، حرام هنا من الحرمه والتعظيم، لان المسلم ده معظم عند ربه، بل هو عند ربه اشد عظمه وحرمه من الكعبه. كل مسلم ماشي في الشارع كده ده كعبة لوحده ماشي، شوف بقى تصور كعبة، يعني شوف انت الكعبة بتتحسسها كده وتتبرك بيها، يبقى المسلم ده بركة، وجود المسلم ده بركة، ولولا وجود المسلمين على الأرض لقامت القيامة، فوجودهم هو اللي ايه؟ اللي يجعل الكفار يتنعمون، يبقى وجود المسلمين بركة على من حولهم حتى على الكفار، لأن لا تقوم الساعة ويقال الله الله. لما ربنا يريد أن يقيم الساعة يعمل إيه؟ يقبض كل المؤمنين والمسلمين يموتوا حتى لا يبقى على الأرض إلا كافر تقوم الساعة عليه. يعني إحنا وجودنا وحياتنا ضمان وأمان لأهل الأرض، شفت بقى؟ أمان لأهل الأرض، يبقى المسلم ده بركة كبيرة، فهمت؟ فأحمد ربك إنك أنت من هؤلاء، وبذلك تنظر إلى أخيك المسلم أنه بركة كبيرة، فيبقى كله حرام عليك. حد يقدر يروح للكعبة ويبصق فيها عليها؟ ده يقطعوا المسلمين هناك. حد يقدر يروح للكعبة ويهدمها؟ المسلمين يقطعوه. فكم من مسلم هدم جثمان أخيه وقتله،
كم من مسلم أذى مسلم، كم من مسلم بسق على مسلم وتفل عليه وصفعه بيده على وجهه، كم وكم وكم وكم. شوف قد ايه بقى المعاصي والمخازي اللي بتقع بين المسلمين. وكلنا عارفين قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، نظر إلى الكعبة وقال: إلا إن حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. مش قايل كده النبي؟ كلنا حافظين الحديث ده. يا سلام، لكن لما نيجي نتعامل مع بعض ننسى الحديث ده. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. يعني إن أراد نصرتك ومعاونتك فلا تخذله، يعني لا تخيب رجاءه فيك. إن رجاك في أمر تقضيه له، إن رجاك في نصرة تنصره، وإن رجاك في عون تعينه. فهمت؟ ولا يخذله ولا يحقره، يعني لا يحتقره وينتقصه. لا يحقره يعني لا ينتقص ولا يستهين بشأنه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاثة، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني مجرد أنك أنت تحتقر مسلم دي من أكبر الكبائر. شوف قد إيه، بحسب المسلم من الشر، يعني يكفيه شرا أن يبقى في هذه الخصلة، أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا سلام لو كان هذا دستورنا في تعاملنا مع بعضنا، هذا الحديث بس يبقى دستور تعامل بين المسلمين بعضهم وبعض، بدل ما نعمل دساتير كتير. هو كده حديث النبي ده دستور تعامل وافي شافي فيه كل شيء، لكن عليك أن تراقب نفسك، أن تراعي هذا الدستور في تعاملك مع الناس. وعن أبي قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو ابن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، ومما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. وعن أبي قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وربنا بيقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا الذين آمنوا. مش كده برضو؟ فالعبرة بالإيمان والتقوى، لا بالأموال الكثيرة ولا بالأولاد الكثيرة ولا بالمناصب ولا بالشهادات ولا بالكلام الفارغ ده. دي كلها بس لنتمايز في الدنيا، حتى يعلم كل إنسان ما أقامه الله فيه فيتقن ما أقام الله فيه بس. لكن هذا لا يعني أن الذي يكنس الشارع أقل قدرا عند الله من الذي يذهب إلى المدرسة، أبدا. كل عند الله سواسية، اللي يذهب للمدرسة له دور، واللي بيكنس الشارع له دور. لا نستغني عن هذا ولا نستغني عن هذا، الحياة محتاجة الكل. فهمت بقى؟ فكل في دوره مهم، فلا يحقر أحد أحد من أجل منصب، من أجل مال، من أجل أموال، ومن أجل مثلا ذرية وعائلة وأسرة. كل واحد بقى ينابز الناس بالألقاب، يقول أنا من عيلة وأنت مش من عيلة، أنت مقطوع من شجرة وأنا مش عارف منين. ما كلنا لآدم وآدم من تراب. هتبحث عليه هتلاقي جده العاشر هو جدك، تلتقوا في النسب لو بحثت. والدنيا كده،
الناس حتى بتفاجأ ان يقابل واحد في مكان بعيد وبعدين يتعرفوا على بعض، يطلع اجدادهم قرايب بعض. مش بتحصل الحكايه دي؟ يطلع بلدياتك ويطلع ان جدته كانت متجوزه جدك، شغلانه عجيبه. فالدنيا صغيره مهما كبرت في علائق الناس، الدنيا صغيره. فلا تحتقر احد ولا تظلم احد. كل اللي ماشيين على الارض دول اخواتك واولادك وابائك واعمامك، عيلتك كلها. فهمت ازاي؟ هي دي عائلتك. باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وعن ابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. انظروا يعني امهلوا واخروا. شوف كل يوم اثنين وكل يوم خميس ربنا يغفر لكل المسلمين، ويجي يستثني المتشاحنين المتخاصمين، اجلوهم شويه، ما تعذبوهمش ولا حاجه، اجلوهم بس لما يصطلحوا اغفر لهم. فعليك ان تصطلح قبل ان تموت مع كل من بينك وبينه خصوم. وطالما انت مش عارف هتموت امتى، يبقى اصطلح النهارده. فهمت ازاي؟ لا تؤجل، محدش يعرف هيموت امتى. لان الجنه هي محل المغفره، علامه. جعل الله سبحانه وتعالى فتح ابوابها علامه للملائكه، يعرفوا كده ان ربنا فتح مغفرته. فهمت ازاي؟ علامه يعرفها، زي ما ربنا عمل الشمس كده علامه، كده اتحركت كده يبقى الظهر جه، كده يبقى العصر وجب، كده المغرب، كده العشاء، كده الفجر، علامات. فجعل فتح ابواب الجنه علامه للملائكه انه يغفر لمن لا يشرك به شيئا. فتنزل الملائكه بقى تكتب اسمائهم، مغفور ليهم مغفور ليهم، يقول لهم الا المتشاحنين، ما تكتبوهمش، اجلوهم شويه. المتشاحنين دول اوعى تكتبوهم في ديوان المغفره الان. فهمت المسألة؟ وعن أبي قال: حدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا جرير حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدروردي كلاهما عن سهيل عن أبيه بإسناد مالك نحو حديثه، غير أن في حديث الدروردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة، وقال قتيبة: إلا المهتجرين، إلا المهتجرين، عارف الاثنين اللي قاعدين يسبوا بعض يعني. المهتجرين يعني اللي قاعدين إيه، كل واحد يقول للثاني سباب وكلام من الهجر، الهجر من القول اللي هو الكلام القبيح يعني. وعن أبي قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة رفعه مرة، رفعه للنبي يعني، سمع أبو هريرة رفعه يعني كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى رفعه مرة قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين. وعشان كده النبي كان يحب يصوم الاثنين والخميس، لأن دي أيام بتعرض فيها الأعمال، وقال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم. وسئل عن الاثنين قال: يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أموت فيه، صلى الله عليه وسلم. فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين. أركوا يعني أخروا أمهلوا، أركوا يعني أخروا وأمهلوا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. وعن أبي قال: حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس. يبقى في عرضة أسبوعية يوم الاثنين والخميس،
وفي عرضة سنوية ليلة النصف من شعبان، مش كده برضو؟ وفي عرضتين كل يوم في الفجر والعصر. شوف كم مرة بقى بتعرض العمل؟ كل يوم مرتين. شوف المراقبة، مش رقيب؟ ربنا رقيب، من أسمائه الرقيب، فمراقبة لا تنتهي. فاهم؟ مراقبة كل يوم، مراقبة كل أسبوع، مراقبة سنوية ومراجعة سنوية، كل ده. وربنا هو رقيب، مش محتاج، لكن يجعل الملائكة تراقب، لأن الملائكة أول ما عرفت إن ربنا هيخلق آدم قالوا تخلق فيها من يفسد يسفك الدماء. قال لهم طب طالما أنتوا بقى بتسألوا كده اقعدوا راقبوهم ودونوا أعمالهم عشان تعرفوا حكمتي. فيقوم يخليهم إيه؟ تدون وتعمل من أجل هذا. عارف لما سألوهوش ما كانش شغالهم في الرقاب، لأن ربنا مش محتاج حد يراقبني. فهمت؟ فهو كفى بالله رقيبا وكفى بالله شهيدا. ولكن شغل الملائكة وأشغلهم بهذا أولا لبيان عظم شأن ابن آدم، ثم بعد ذلك لبيان حكمته في خلقه، حيث استفهم الملائكة وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فجعلهم بعد ذلك شهداء ليشهدوا حكمة الله. وعن أبي قال حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا أو اركوا هذين حتى يفيئ، يعني يرجع إلى الأخوة المعتادة. باب في فضل الحب في الله. وعن أبي قال الحب في الله يعني الحب بسبب الله، يعني أنك بتحب إنسان ده بإيه؟ لأن ربنا بيحب اللي فيه الصفات دي. إحنا ليه بنحب أولياء الله؟ عشان ربنا بيحب أن نتولاه. فهمت ازاي؟ فبحب ولي الله لانه ولي لله، بحب الصالح لصلاحه لان الصلاح الله يحبه، احب الانبياء لان الانبياء الله يحبه. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه. فادي معنى الحب في الله، مش بتحبه علشان هيجي لك منه منفعه لاجل دنيا ومصلحه، لا، انت بتحبه لحب الله له. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. يبقى بي إيه من يبقى المحبة في الله من الايه؟ الخصال الموجبة للظلال. فهمت ازاي؟ يبقى الخصال الموجبة للظلال حوالي 96 خصلة، مش في سبعة يظلهم الله يوم لا ظل الا ظل، سبع خصال. وهنا برضو لما تجمع بقى كل الاحاديث اللي وردت في الظلال تجد انها تصل الى 96 خصلة. فهمت ازاي؟ منها مثلا انذار المعسر، لو انذرت معسر ايه؟ او ابريت معسر، او انقصت من ايه؟ من دينه، كل دي توجب الظلال. اعنت مسلم، فرجت عنه، لم تخيب ظنه فيك، ادخلت السرور على قلبه، كل دي موجب اشياء توجب الظلال يوم القيامة. ومنها طبعا الحاكم العادل والشاب العفيف والرجل الامين، مش كده برضو؟ والشاب اللي نشأ في طاعة الله، والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها دي، وقليل من يعمل بها. المشكلة انك أمة النبي عارفة كل حاجة وقلة من اللي بتعمل باللي عارفة. فاحنا عايزين بقى نحول المعلومات إلى سلوك وإلى دين. وعن أبي قال حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا، يعني أرصد له يعني جعل على مدرجته يعني على طريق ملك،
مدرجته يعني على طريقه. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قالوا الملك في صورة إيه؟ إنسان. فقال له أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل بينكم ومنكم أعمال؟ نعمة يعني مال، تربها يعني تحفظها وتربيها وترعاها، هل في بينكم شركة؟ في منكم عمل؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر أخبرني أبو بكر محمد بن زنجوي القشيري قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه. يبقى زيارة الأخ في الله دي يعني كرامة كبيرة عند الله، وأول تحقيق لهذه الزيارة الخالصة زيارة الموت. يعني أنت ما بتروح تزور ميت منتظر أنه هو هيتوسط ليك في مصلحة، ما خلاص مات، لكن ما ذهبتش إليه إلا أنك تحبه في الله. يبقى زيارة الأولياء والصالحين الموتى والأحياء دي عبادة كبيرة، لأنها زيارة متمحضة لله، ولا تتمحض إلا إذا كان ميتا كمان، لأن الميت مش منتظر حتى ما هتروح له يقعد يرغي معاك ويقدم لك حتى فطير ويقدم لك كبدة، هو مش هيقدم لك حاجة، لكن أنت رايح كده لله فرحان أنك رايح له، لأنه كان رجلا صالحا، كان رجلا مشهور بأنه من الأولياء، أنه من أقارب النبي من آل البيت، فبروح له حب حبة في النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان أبي أو كان جدي أو كان عمي أو كان صديقي وتوفي، وأريد أن أدخل السرور على قلبي وهو في قبره، فأنا ذهبت وسافرت وأخذت أجازة من عملي، وكل اللي بيدفعني حبي له في الله. تبقى يقوم تلاقي الملك على مدرجتك يقول لك الكلام ده. ربنا بيقول إيه؟ قد أحبك كما أحببته فيه. يعني لما ربنا يقول أحبك يعني تورث محبة الله. يبقى زيارة الإخوة في الله تورث محبة الله، والأخوة في الله ليست متعلقة بحياة الدنيا بل بالحياة البرزخية أيضا. فالنبي كان يكثر من زيارة الموت، فهمت إزاي؟ لأنه ما زالوا إخوة لنا في الله، سبقونا بالإيمان، فهمت بقى؟ شوف قد إيه بقى الجماعة الوهابية بعاد عن هذه المعاني الطيبة. يقول لك اوعى تزور الوالي اللي مات، لأنك كده هتعبده من دون الله. ليه نعبده إيه؟ نحن عارفين انه مات وربنا حي لا يموت. ده انت بتسالني هو مات ولا حي؟ اقول لك لا ميت. الله، ايه بقى وجه الشبه بينه وبين الله؟ شيء عجيب. انا بروح له عشان من احباب الله، وانا بحب من احبه الله، ومن احب من احبه الله احبه الله، ومن احبه الله لا يعذبه. فلما ربنا يقول له اني احببته كما احبني فيه، يعني معناه لا اعذبه. يبقى فزت بايه؟ بالبراءة من العذاب بزيارة الأخ في الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت نيتك في زيارة الأولياء أنها تكون حبا لله في محبة الله بس وخلاص، أدي النية. ليه بتروح تزور الولي؟ أصل أنا بحب اللي ربنا بيحبه، واخد بالك ازاي؟ فأنا بروح بحب اللي أروح أزور النبي. ليه؟ لأنه أحب الخلق إلى الله. فشفت بقى اعلى زياره في الحب في الله هي زياره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ال بيته الكرام، ثم العلماء العاملين، ثم الاولياء والصالحين الاحياء منهم والاموات. كل دي زيارات في الله، فهمت بقى؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بانوار نبينا صلى الله عليه وسلم وديننا، وان ينفعنا بصالحين ويشفعهم فينا، وان يتقبل اعمالنا. وغدا نكمل ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.